مسؤوليتي ماشي الربعين لقى قاضي أين أقاضين أو أين أفهم من مسؤوليتي نيتهاي تكليف قبل أن تكون تشريف وحاليها ذات كان مسؤولين صهرأها أو ولي بلقيا وهذا إلى ربان مر لماط أي مسؤول لقضان إلى هي كبقان ها حساب تمانو ما حكور رأي ها كحساب تمانو حديث وحاجرة أو صحيحين كأقرأيو أو نبي قال لي هاي ومدي سلخ ضابايو أصو خطبو تاجن أو حجري لا ألفين أحدكم قفكين أنا نهلن قيامة مركي لقارو وفي رواية لا ألقين أحدكم قفكين أنا نلكل من قيامة مركي لقارو على رقبته بعير له فقاء أو رخاء نبرك كسارين هاي نف قيل أه أو قيلين هايو أو دون بدي قرعيسو أو نبرك كسارين هاي وكوبضو يعني لكل من ساس أوكال وشات تيعر ري أري أه أو نبرك كوبضو هاي إيمان نوجي ولا ايضا سما واحد قال لا وان هذينن او لعقته ذهب يو فضه يو دولار يو لعق نوع كسته هاته اسقو هم بارسن يعني ايمان نوجي او دهايو مركاس يا رسول الله اشفع لي اغثني مركاس ان دي دونا انغنا لا اغني عنك من الله شيئا وحبكم متركرو الهي حقيس وحكم قبن كرو قد ابلغتك وان كو غارسيه مسؤولية نوع هذا يكون كل شيء جيد في إله هذا بفك مسؤول كأه قيامه وإيمانه يا قاميس يا لغنتي سأسكو حيران عدل جيس أيا فرها هي أم الجور كيس أيو هالجها هي وعن لنا هاي ذات كي هراء نبكى وجود نعي فرصة قبتين ويلي حوله وادم بيان قف كل هو صار نير كدس بنجي نجو تجارة كفر إلهي جاك وجود نجو خلاص أديك مليهت شعب بيان أو مساكين أو أبار تاند هاي ذو أبار كسي هريدي أو حق جود آت قبستي أو ميل آت نجتي أنت أساكو هايست قيام أنت أسافر قاض قبسن دونا حد فرصة آت قبتا ذات كي مساكين تي وي مادن ميجي ولا قصو بحي بناك هاني دوبنيهين حولي حق جود آها مش حقك ولا حق أبوك حق الناس ذات كود أصو علي أو مساكين تي آت كي علسي أصو علي واكو جوغان حد فرصة آت قبتا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن يكون في يوم لا درهم فيه ولا دينار وحان أجهين هنا أم أقول نصيحين هنا بدح وين هنا أو آدي آت شعب أجه عليه يا رئيس الوزراء هنا وهذا بحاضر نلاه آه وحان آدي آت أقول بورين هنا دت أي كلي جود هنا يفائد يستربو كلي جود هنا يوحور الربو كلي جود هنا يهوس كارسدان ربو وحان أقول ديبين دا وات وات غاني دت كصومالي قفكي وحتر له إلهي كبغايو ومدان حق هذا أسكي إلى لنايو قفك وحنا قريبة لأن دبعته وحويان قفك دبك وضو أو ظلم جو وضو
ذنبك كاني مساكين تان ذنبك أصلا الله حساب الله عقابها. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ما أنتم حال ربي ما ذا حذير برلمان كودي وزير ذو ورحضا لنا إلى الفرنيان سي أركان نبك مسلمين تهيستو لكن سر هوس كذا كجران قال كودو حسور قال إني قاضي وحق فرنيان أم جاتك عاول قد نفري وهبين هاكنا لسيحة ذا يهردلو كجرو حدنا أي ولي أولا لو كجران حدين جيت داري جيت قابل نوسي كرايان سي وزيركم نغل الله ينبركلا dad kaas waxa noo dhiibina dad masaakiinta garanaayo saadinka ba atihiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaad ku amaanantihiin shacabka aad u danqataan oonkood iyo abaartoodii baahdooda u danqataan dad adinka idin la mid ah oo aad kalsooni ka qabtiin anta wax noo dhiiba qodobada koowaad intaas aan ka soo koobayaa aqbulu wa li hada wa astaghfirullah alazim alaykum wa lakum wa lakum lisaa'il muslimina fastaghfiruh الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثم ايها المؤمنون اوصيكم ونفسي بتقوى الله وهذا اليوم يوم الدعاء وهذا اليوم يوم استغفار وهذا اليوم يوم البكاء وهذا اليوم يوم تضرع واستكانه لله سبحانه وتعالى فنرجو من كل واحد من الحاضرين ان يتوجه بقلبه الى الله وان يذكر ذنوبه واحده بعد واحده ويعزم على انه تائب الى الله وانه يتوجه الى الله في هذه اللحظه وعسى ان يكون هو الذي يستجاب له دعاءه ونتذكر حديث الثلاثه الذين انطبق عليهم الجبل ثم كل واحد منهم توصل بصالح اعماله واحد منهم توصل ببر الوالدين والثاني توصل بالعفاف عن الزنا والمعاصي والثالث توصل إلى الله سبحانه وتعالى بأداء الحقوق إلى أهلها كان تاجرا فاشتغل عنده ناس فانصرفوا فبقي واحد لم يأخذ حقه حتى إذا كان مالا كثيرا أتى إليه وسلمه إليه حقه فإن شاء الله كلنا نرجع إلى الله ونتوب إلى الله ونبتهل إلى الله ونستغفر الله سبحانه وتعالى ومن سنته صلى الله عليه وسلم تحويل الرداء قفل أركب نركيس أو دوش أصارا إنه وريجيه هذا قف نر أصارنين حتى جاكدي سوى وريجين كرا جبدي وإن سكلا لو قشدا إلى أن صلاة يدعوذ لك لما يو أنت أسمرك سبحان إلهي كر جينينا أنت فاؤ الخير أه أو حالك إن أبدلو إلى أحسن ما أنت صدع النهي سكفي عن إلهي إنه أبدلو إن شاء الله دعوذي عن بالله بينا وحيران كب الله وعليك لكن تففي عن أقدم بأفك الصومالي دي كنت دعين دونه أنا أنت تبرت إذا أفك أسوء إلهي إيه بريكاسا وحير أنا كنت دعين دونه إن شاء الله الحمد لله وثناء لله الحمد لله وثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله اللهم يا الله يا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت الغني ونحن الفقراء ونحن عبادك الضعفاء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته لنا قوة وبلاغة اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغث عبادك وبلادك اللهم أغث عبادك وأحي بلادك وعبادك المؤمنين يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذه اللحظة المباركة أن تغيث المسلمين يا الله بغيث يا الله يا الله عاجل غير آجل اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من الغالطين اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا صحا دائما إلى يوم الدين اللهم إنا بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم اجعل راسنا بيدك باغ بنا حبك نسألك يا الله تخلص من ولك سميت به نفسك وانزلته في كتابك وعلمته احدا من خلقك وانزلته به في اهل الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وكاشفا لكربنا وكفاره لسيئاتنا وزياده في اعمالنا وبركه في ارزاقنا يا الله يا الله يا الله نسالك في هذه الساعه وفي هذه اللحظه نتوجه اليك ورب يدرسك اللهم لا تؤاخذنا بما أصبح على شفاه منا اللهم لا تؤاخذنا
أردن كان قصور لالاتي أبار وأبار تي أمدي باتدي صدحا سغاشن يلابدي كن يكو يطبنكي يحد واسدح جير مدول بوكو كميدا وحاكو ريي لباتوين أن أنو كعمين كوكسبني لباتدا صوعة جريمة الوين وآلدو كسبضه oo ah nafta muslimka ama muuminka in la dilo baa si aan caadi ahayn baa loo daadiyay dhiiggii ha loo daadiye waxaa la waayay dadkii gacmaha qaban lahaa dadkaas dhiigga daadinaya rasuulkeennu salawaatullaahi wasalaamu calayhina wuxuu yidhi lata'murunna bilmacruuf wala tanhawunna can ilmunkar wala ta'khudunna calaa aydi aldaalim aw layusallit allaahu calaykum cadaaban thumma tadcuuna falaa yustajaab وحاط فريسان وناكا وما انت تسكر ريبيسان قفك ظالمك اي ديك مسلم كطاذنية اي هانتدو ذا بربرينية بادك عمت قبانيسان هدي ذا نيالين لبا تا اذن عممتا الله اذن كسو دجينية الهي باد بريسان لا اذن من اجيبي اخوة الاعزاء وحاط اجادان بلد يباد يابا وحا كدعيه داد ابرياء وردد دادك وحي الله اني انا اذن قرني وحي اني باتيني انا اذن قرني قف كي دلايان حتى عن جرنين مساجد كي كود دلايا وضدي كود دلايا سوق كود دلايا هنتدي مسلم كباب إنايا صبح والباي قف محان كرة جبر مسكينة جرابينيا الم مساكينة عقانتينيا اللي انت كدا عدنيا لا وعيميت كل بيني هاي النون الصبح آنو في سنينه وإن النفط إنه أبح ذا ظلم جسان وجوجنا وقبنا اسكونا كاشنا مركز بيله الناجيبيا هذاي سنتا سد عنن dhibaatadu sidaan bay noogu soo laalaabanaysaa ilaahayna faraj gacanteenna ku jira samada kama soo dejinayo farajku gacanteennu ku jiraa amniga iyo raqaha iyo naacawda iyo wanaaggu waa waxaan annagu kasban karno war qofkii maskiinka ahaa oo abaartu haysay oo dhibaatadu haysay biyihii lama gaadhsiin karo haddaad shilin u dirtid waxaa laga yaabaa gooyadii u socotaba in la gubo in cuntadii laga boobo asagoo dhibkaas haystaa lacaga dusha laga sii saarayaa lasii boobayaa war dulmiga inaanu iska dulkicno waa waajib diiniyoonna saaran ikhwa lacisaa haddaannu ka meermeerno ka leexanno dhibaatooyinku meelahay nooga imaanayaan ilaahay nagama uu dulkicinayo qof walbaay afkaa biyo uga buuxaan dhibkiina way u wada jeedaan nafta allaa guntoo gooya siduu hadaayato sheekh nuuru lahaayoo kale naftu maalin bay baxaysaaye aanu isku kaashanno dalkan nabad iyo amniya rakhasuu ku dhici lahaa waxayna ku dhici kartaa daalimka gacantiisa inaan qabanno haddaanu qabanninna ilaahay subxaanahu watacaala roobna nooma diinayo dhibaatada nagama dulqaaday intaas baan rabay inaan idhaahdo ah sababta ugu weyn oo dhibka maantana haysata waxaan hadda ku soo dhoweynayaa ku wareejinayaa laba kelima siduu noo yidhaahdo ducadii sana alla waa noo aqbalayaaye waa mas-uul cusub ra-iisul wasaaraheenna inuu laba erayo ducaanaan noo yidhaahdo kelmadiisana na yidhaahdo falyatafadal soo dhawow ra-iisul wasaare madan booskaaga ku riijaha in soo gel xag usag intuu baneyha bismillahi raxmaan raxiim yimid qoraxda taagan ilaahay inay baryaan u yimid horta waxaan leeyahay kulligeen ilaahay ducada ha naga aqbalo sida uu sheekhu noo sheegay waxa ugu muhiimsan oo aan maanta samayn karna waxay tahay inaan ilaahay barino waxaan rabaa inaan idiin sheego sida keliya oon dhib ka uga bixi karno waxay tahay inaan aqbalno xaqiiqda dhibka annagaa isu keenna mas-uuliyadda ugu horeysana waxay saaran tahay aniga iyo madaxweynaha maanta waxaan rabaa halkan inaan idinkaga caddeeyo dalkan dadkiisu waa inay la xisaabtamaan mas-uuliyiintooda xisaabtantana waa in aniga iyo madaxweynahanala ka bilaabo annaguna waa inaan inta kale la xisaabtamo waxaan naga go'an oon ilaahayna ka baryaynaa inaan ummaddan sida ugu cadliga badan oon u dhaqi karna aan u dhaqno sida keliya oo dhibka looga bixi karana waxay tahay inaan aqbalno khaladaadkii aan soo samayno marka aan aqbalnana aan ka heshiino sidii aan uga bixi lahayn waqtigii xoolaha waddanka la dhacaayo way dhammaatay waqtigii laysku xadgudbaayo way dhammaatay waqtigii albaabada laydinka xiran jira way dhammaatay waqtigii waxaa la soo gaaray cadaaladda iyo isla xisaabta
أنا إدين بلن قادينا أني مدحوينه بينا رونت إدين شاكنو سيدا عد أهنا أن ودن كان كمامل مالين إيا اللابلو محلين كرا دباتة دا ودن كان لكن وحان شعب كسوماليا دو بشارينا يا إن بلاو حسوب و بلاو دو وحان إدين بلن قادا يا مركات قرح دا فريستان إنا إدين لفريسان مركات فرح دان إنا إدين لفرحان مركات مرغوتان إنا إدين لمرغون وحول با واد نو شيكتان ودلكن وباهن يهن ان ان دغيسن الباب بدن على دين فرن قلبك ادكيستا الهي دبك ونغ سار دونا هدي الهي راد الهي قلبك انا سو دوي الهي دبك هنغ سار الهي ايمانك ان حسو الهي عدالته هن وافجيو الهي دبكن امدان دباتيي سنادات بدن الهي وان سو جيسن نو سو جيس إله هو أن سوجي سنة نو سوجي سنة إله هو ربي وحق نقدو إله هو ربي وسكسو ندوي إله هو ربي وغبيالة دانا بابي سنة قبو إله هو ربي الدنيا دانا وحكر رادين إنو نقو بدلنا نقو قلبي غاني نقو حسكر رادين إله هو شعب كسو مالي سكسو دوي إله هو شرفتين نو سو علي إله هو كرامة دانا سو نو سو علي إله هو علمة دانا بركي إله هو دالين يرا دانا بركي إله هو دومر كانا بركي إلههم مدحذين أنو هري حق وافجي إله حق النوافج إله حق النوافج إله هذه البركة كلها السلام عليكم هذا رأي هذا وادبنا والله فعلها ما أنت أولو بسم الله الرحمن الرحيم أنا ومجعي عبد الله مع أحمد ومجع دير أبو أنتي مع دير كان مدا أبو أنتي الصوماليات أهنا قدوميها قلها نافدة غرنا الصوماليات ما أنت مناسبة دان رب دونتا أيام حن أقول تلقى لنا كغيب غاتو قبل دعاء ورب دونتا كترجمة إلى إنه مدان ورب دك دك أوصيه سببته يتهي الدعاء دو ملول بويقشا إيادو عربية إيادو صوماليا إيادو قبايا أي وحو اللو مارتي أي قشا مركة قبايا غانا أوسو تلقلي إن المانتك يغيب غاتو مريه سنة وحا كميدا ويالا يي ويالا يي ويالا يي هوي ويالا هويالا يي ويالا يي هوي الله هويا هويالا يي ويالا يي هوي الدون واقد دون بدن يهو قلب وعينه واقيدك واقيدك اللي بديسه سوق اللي بميل شوقا ننكي قعن بنان مالن با قلبي يوباي الله يو قدال سمو نسي قول فيلا ويو قولتو خير بدن ودو قر ولي بهورتا قدو شنا كجيس يو كجيس مل والبابا قادي قنت هوسو سيدا دادو قعاني يبع دافتي قيدي هنا عقارتان دولكونا قمتكو نولادو او قباق عوسكي يو مريه قوغار جينا يا قرباسي منا وصو سارو قدلد للمودو او قيدا هراف ليو ثمار وبوحو قاريو ارلادانا اسكو قافين عدورنا بقس مريو قديقي ودقون يا هاي دولكو قبايا ايشيلالكو قولو نسي وادقي قلا دوينا قولو نسي وادقي قلا دوينا حكا ترجمة يا دعاء قد وإلهي إنو مارت دولكان قبتي أباروبي صورنو ليو ديرتي صوب بحضو داتكو ايكو كفاحان إن شاء الله تعالى إلهي بانا كرجينينا إنو الرب ومدد دان عميما دنيدو دان عميما مسلم يقالا دكالا قارا islaamku uu ku khayr badan yahay guud ahaan gaar ahaan Soomaaliya ka gees ka gees ilaahay inuu roobkaas waayo Soomaalidu waxay tiraahdaa cir alle ayaa uun deeqaalayra uun alle cir alle ayaa deeqa marka ilaahay baa kala gaarsiin kara ilaahay baan ka barina subhanahu wa ta'ala ducadii maasha roobdoonta ka dhacday iyo umadu ay duceeyeen iyo intaba ilaahay inuu noo ajiibo si degdeg ah barakallahu fiik
إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة ومحى الظلم وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأبرار أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadweynaha Soomaaliyeed ee isugu yimid meeshan allabariga salaatul istisqaha oo roobdoonta ah in aynu ilaahay u toobad keenno waa arrin aad u fiican oo sunnadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waad ogtihiin maanta waddankeenna dhibaatada ka jirta oo waddan magaalo Soomaaliyeed ama gobol Soomaaliyeed oo fayoog maanta uuna jirin wax kalena ma aha ilaahay roob inooma waayin baad iyo biyotoona inooma waayin waa nooc ciqaab ah waa dambi innagu aynu galay ilaahay baa quraanka kule wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can kathiir waxa dunuubta waxa dhibaato aho musiibo aho abaar aho colaad ah oo fasaad oo idinku dhaco oo dhan wuxuu ku yimid idinku waxaad kasbateen yuu ku yimid wayacfu can kathiir weliba ilaahay inooma wada qabtee in badan buu inoo dhaafaa marka walaalayaal horta cudurku meeshuu ka jira kolkaasaa daawada la heli karaa eh waa inaan fahamna horta meesha laynooga yimid inuu yahay innaga dembigeenna waxa aan kasbannay waxa muddo 30 sano ku dhow ayaynu qabiil ka shaqaynaynay iyo qabyaalad ayaynu bililiqi iyo booli ku jirnay kabaa'irta kuwii u waaweynaa baan samaynaynay dhiiggii muslimka agteenna raqiis ka noqday wax kasta wuu ka raqiisay dhiiggii muslimka ee waxa weynna ahaa qofka muminka dhiiggiisan ilaa nabigu calayhi salaatu wasalaam kacbaduu la hadlay wuxuu yidhi kacboy maxaa kaa udgoon badan maxaa kaa sharaf badan maxaa kaa xurmo weyn oo kaa sharaf badan walaakiin qofka muminka xurmadiisa ilaahay agtiisa kaa weyn muminku kacbaduu ka weyn yahay muminkii sidaa ahaa ayaynu maalin walba maqlaynaa waa la dilay dhiiggiisii baa daatay madaxiisii baa meel yaalla gacmihiisii baa meel yaalla cadcad baa loo kala gooyey maxaa loogu kaloosaa loo yeelay lama garanayo waxaaba laga yaabaa in janno lagu raadsanayo waxaa weeye waxaasaa inoo aruuray waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid oo dhaqanka ka dhiganay wiil xun oo bistoolad wataa intan muddo meel ay fadhido oo kale u iman nin buu madaxa bash bash ka siin ayar buu iska dhaqaaqi kuwii kaloo dhan wax dhaqaaqi ma leh taas ma waxaad moodaysaan ilaahay aakhare inuu idiin dayn waxaa weeye dadka saas dadka yeelaya waxaa weeye waa dembi weyn waa akbarul kabaa'ir weeye yacni nebigu sooma dhihin man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadihi ninkaasi waa munkar waxay ahayd in gacanta lagu dhigo oo la qabto oo abaalkiisa la mariyo laakiin isagoo fayow meesha inuu ka dhaqaaqo intuu muslimiin laayo ama masaajid la buuxo nin tafsiir dhagaysanaya intuu hortiinna ku dilo aada iska aamustaan war naftan ilaahay baa iska leh goorta ay baxaysana way qoran tahay war fulaynimada la iska daayo ilaahay ha laga cabsado waxa musiibada inoo keentay taa nafteedu moogtahay waa dembi ka wax dilaya waa dembi ka daawanaya aan waxba ka qabanaynina waa dembi kale marka waxaynu rabnaa soomaalidu meel ay joogtaba waxaan ugu baaqayaa inay midoobaan waynu is ognahay marka qabyaalad arrintu ay tahay marka laba qabiil ay isdiriraan maal lama waayo hubna lama waayo yaa ma lamana daalo
يا مالي جري مالي رادا كل كاسان نفط كبحي أو بو بقنا ستوضة قبيل كاسين بقلال كمبحين أو تقنك اللقادي أو وحوال بلسامين منكر كزولين تيسان اللورد قاقي مهايو وحدين تاو مسلحة دا يدا لورد قاقي مهايو مركر رنتي إلهي سبحانه وتعالى وين أركا لباتدان إن قرد عدينا وحاوي وين وين استاهلا sababto adambigeen niba batay garashadeenii ba yar war goormaan soo miirsanayna goormaan qabyaalad iska deeyneyna goormaan bililqa iyo booli iska deeyneyna imisa guri ba la kala haysta imisa maal ba la kala haysta beer ba la kala haysta imisa dhul ba la kala haysta intu waxaasi jira ma waxaad moodaysan inaan guuleysanayno inaan roob helayno ma suurta galeeso إلهي وين أركا ونيدي إنه أركا ور هلا توبت كينو هلا استغفار صدو سعن روبو هلو هلا استغفار صدو هلا توبت كينو يعني توبت رون على الربا قلب أفكا إنتان كدهن أستغفر الله أستغفر الله عاونا وحي بالا سمين صورت قلمة وإلهي ما كو عيارينا إلهي وين أركا توبه الشروط ده وحاق كمدة قوان إنا دم ودم بقى كنا نحب بعد أونا نقولن أتكقوا مموتيد بقى كمدة